للمسرح أهمية كبيرة في الحياة الفنية، فكان لازم الدولة تبص على أحوال المسرح بداية من الأهم، وهو المسرح القومي اللي تعرض لحريق في سبتمبر 2008 أدى لحدوث انهيار كامل في معظم أجزائه. فقررت الدولة إعادة ترميم وتطوير المسرح اللي مقرر افتتاحه خلال 55 يوم بعد الحريق بحوالي 6 أشهر تقريبا في 2009. وبعدين توقفنا مرضى انتظم من حوالي سنة، وقدرنا نجيب فلوس وقدرنا نقنن الوضع، وهيئة الآثار اشتركت معنا في الوضع تاني، وإن شاء الله زي ما قلت لسيادتك بإذن الله بعد العيد الكبير هتكون في افتتاح إن شاء الله تعالى. احنا حاليا في مراحل التشطيب النهائي بإذن الله. المبنى من داخل وصل أكثر من 90%، من 85-90%، والموقع العام زي ما أنت شايفه كده سيادتك واصلين ل 75%. الجديد اللي احنا رجعناه لقديمه، رجعناه للطبع الأثري المميز بتاعه بالاشتراك مع هيئة الآثار، عامل مجهود كبير جدا. المبنى سجل اثر، وبناء على كده رجعنا الوضع عليه لما كان سنه 1928. المسرح الحديث او مسرح السلام شهد جانب كبير من التطوير، اللي الهدف منه استعاده هيبه المسرح واستعاده الجمهور، اللي حس ان المسرح بيمر بازمه بسبب قله الانتاج وارتفاع اجور الفنانين. هيلاقي حضرتك ان دلوقتي بقى ينافس القطاع الخاص، ان التوضيب اللي حصل في المسرح كانه مسرح قطاع خاص، اللي داخل من البوابه بروسلين ارضيه، رخام، كافيتيريا هتكون على اعلى مستوى، زائد كراسي الصاله بقت اتعملت من جديد خالص، يعني اتعمل حاجه ان فعلا يشد حضرتك الجمهور من الداخل. ازمه انتاج شركات هي اللي ما بتنتجش زي القطاع الخاص زمان، هو ده المطلوب. هو الازمه دايما في اجور الممثلين النجوم، هو ده اللي بيأثر على الانتاج. المسرح شغال، النجوم بتحب جدا انها تشتغل مسرح، ولكن في المنطقة بتاعتي انا كديكور مثلا وملابس واضاءة، المسألة وصلنا لافكار كتيرة بتطلع شغل حلو قوي وبتكلفة معقولة، فده ساهمنا بقدر كبير في الانتاج المسرحي والصورة تبقى جميلة. المسرح جزء من الابداع، وقف على خشبته كتير من الفنانين، لكن من اهم خطط الدولة الحفاظ عليه والتركيز على الاستمرار في تطويره. ندى رضا، انتحر. رجعنا لكم تاني. وأزمة المسرح تالي موجودة من أيام يوسف وهبي. أزمة المسرح دي طول الوقت بنتكلم عن أزمة المسرح. أزمة المسرح نقدم لكم الأول للضيوف الحلقة الأستاذ الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني. منور يا أستاذ فتوح. الله يخليك يا دكتور. أهلا وسهلا. صديق الأستاذ عصام السيد اللي المواد بتقول لي أنا جاي بحد اسمه عصام السيد، حضرتك تعرفه؟ اسأليه هو يعرفني ولا لأ. ومعانا النقيدة الدكتورة أنوار عبد الخالق. اهلا وسهلا. والممثل والمخرج مازن الغربايه. اهلا وسهلا يا مازن. اهلا بحضرتك. نبتدي بحضرتك، في ازمه في المسرح؟ في ازمه في المسرح طبعا، في ازمه في المسرح. اه بس الازمه دي مش وليدي دلوقتي، دي ازمه. أيوة. مزمنه بقى لها فتره. بقى لها فتره طويله. لا، هي الازمه باختصار كده من البدايه. انت عندك حكومات متعاقبه ما بدنش حد بعينه. هما المسرح بالنسبه لهم حاجه رفاهيه، حاجه مكمله. فدي ازمه لازم نقعد نحارب احنا المسرحيين عشان نغير هذا الفكر، وعشان المسرح ولا الفن عموما؟ لا المسرح بحكم ان انا باخد منهم فلوس، ميزانيه يعني من الدوله يعني. اوكي. فلازم نقول يعني لازم نقعد نحاول ونصر عشان نقول لهم ان ده اهم من ده بكتير، وان ده مهم قوي. وتملي ما بملش ان اقول ان اللي حاصل في الشارع المصري سببه اهمال ده. سبب اهمال ده غياب دور المسرح. غياب دور المسرح على فترات طويله بقى لاسباب اعتقد المسرحيين هم الجزء الاكبر مشاركين فيها. يعني احنا المدانين الاوائل في اللي حاصل للمسرح هم المسرحيين كلهم. يعني بمعنى يا استاذ؟ بمعنى ان احنا بنقعد نقول ازمه المسرح وبنتكلم كتير ونعمل مؤتمرات صحفيه ونعمل لقاءات والجرايد والتلفزيونات تصور، وبعد كده السنه اللي بعدها بنقول نفس الكلام، ومن غير ما ندور على ايه المرض فين، اصل المرض فين. اصل المرض حاله اقتصاديه تعبانه
عند المصريين كلهم. انت المفترض مسرح الدوله انت الوحيد على الساحه دلوقتي. الملعب بتاعك ما عادش في مسرح قطاع خاص، بما ان الملعب بتاعك المفروض انت تبرطع بقى براحتك. يعني الازمه متراكمه ان انت مش قادر لضيق ذات اليد، وبرضو مش عايزين نقعد نقول دي حجة ان البلد كلها بلدنا في ازمة، يعني المسارحنا في ازمة. فعلى الاقل اعمل مسرح فقير، اعمل بس اعمل مسرح في النهاية. يعني الاساس في المسرح هو الجمهور. الجمهور ما بقاش يجيلك. فاحنا عشان نعمل مسرح ونعمل مسرح عبقري لازم نمرة واحد ترجع جمهور تاني المسرح. يرجع رجع الجمهور، وبعد كده نقي اللي انت بتقدمه. يعني رجع الجمهور الاول، خلي الجمهور يرجع المسرح الاول، حل له مشكلة الجمهور. ايه مشكلة اقتصادية؟ مشكلة اقتصادية ازاي؟ طب استاذ عصام بس يكمل، قول لي، ما احنا طول عمرنا في مشكلة اقتصادية. يعني في الستينيات كان عندنا مشكلة اقتصادية، وكان في مسرح عالي جدا ومستوى قوي جدا، وفي الخمسينيات والاربعينيات وايام سيد درويش كانت مصر مطحونة اقتصاديا، وكان في مسرح والناس بتروح. ايه اللي جد عشان الناس تبقى مطحونة اقتصاديا فما بتروحش المسرح؟ هل ده سبب كافي؟ لا ده مش سبب كافي الحقيقه، بس هو زي ما حضرتك قلت انه ازمه المسرح احنا بنتكلم عليها، بس مش من ايام يوسف وهبي. بنتكلم عليها من 1910. قبل كمان يوسف وهبي. من 1910 واحنا عمالين نتكلم نقول في ازمه مسرح. كل شويه ازمه المسرح، ازمه المسرح، وكان ما فيش حاجه ورانا غير ان احنا نقول ان ازمه المسرح. المسرح ما فيهوش ازمه. تمام. الازمه الحقيقه في المجتمع. تمام. منظومه المجتمع ككل. زي ما قال فتوح دلوقتي ان انت مش ممكن كعامل اقتصادي هتقدر تنزل تروح مسرح وانت مش ضامن ترجع مواصلات ازاي؟ هتاخد تاكسي، طب تاكسي بكام؟ طب العيله فيها كام واحد؟ تمام. طب المسرح ده اللي انت هتنزل هيقدم لك حاجه تساوي المشوار ولا انت تقعد في البيت تفتح التلفزيون وتالف في القنوات اسهل لك، او تجيب في فيديو تتفرج عليه؟ تمام. كل المسائل دي في وسائل بديله يعني، وارخص بديله. وبالتالي لازم يبقى المسرح بقى مش مساله مسرح فقير زي ما بيقول فتوح، لازم يبقى المسرح مبهر عشان تنزل تروح له. والا هتنزل تروح له ليه؟ مش هلاقيه غير هنا، الابهار ده مش هلاقيه غير هنا، مش هتلاقيه غير هنا. وان انت هتشوف رؤيه العين، ما انتش هتشوف بقى حاجه منقوله على الوسيط. تمام. دي نمره 2. نمره 3 انه انا اسف في التعبير، يعني في مثل بلدي بيقول لك كل برغوت على قد دمه. هذا المجتمع لا يساوي الا هذا المسرح، وهذا المسرح لا يساوي الا هذا المجتمع. لو المجتمع اتحسن، لو شروط المجتمع اتحسنت هتتحسن شروط المسرح. تمام. لما حضرتك بتتكلم على الستينات، الستينات ما كان فيها ازمه مسرح، كان بيتكلموا على ازمه المسرح برضه. رغم الفظاعه والانتاج الفظيع والناس والنصوص والكتاب وكتاب و10 فرق تلفزيون واربع فرق حكومه 14 فرقه بتنتج، ومع ذلك بيتكلموا على ازمه المسرح. كل فتره بنتكلم على ازمه المسرح، بس هي بيختلف مناخها نتاج للمنظور بتاع المجتمع للمسرح. ايام الستينات كانت الازمه ما بين الكم والكيف. تمام. هل الانتصار للكم ولا الانتصار للكيف؟ وبالتالي كانت دي ازمه المسرح، لكن كانت الناس بتروح المسرح. النهارده ما تقدرش تخلي حد ينزل المسرح الا وانت ضامن نمره واحد، ان النور ما يتقطعش عليه في بيته قبل ما ينزل. ايوه. ولا ما يتقطعش عليه في المسرح زي ما بيحصل. محدش يتحرش ببناته وهو راجع بالليل. بالظبط كده. انه يلاقي مواصله يرجع بيها، ان التذكرة تبقى رخيصة، انه يشوف في مقابل التذكرة دي حاجة تمتعه. اي فن في الدنيا حتى لو تراجيديا سوداوية جدا لازم تبقى ممتعة. هل احنا بنقدم متعة فعلا ولا احنا بنقدم عروض احنا غاويين نعملها؟ ما بتكلمش الناس في مشاكلها، احنا غاويين نعمل تجريبي وتجريبي وسايبين مشاكل كتير في المجتمع ممكن نتكلم فيها. وممكن نتواصل مع الناس عن طريقها. وبالتالي بتبقى المسألة يعني نوع يعني نوع. انت شايف ان المناخ العام لا يفرز مسرح جيد لان المجتمع نفسه غير يعني لا يسمح بده؟ شايف ان ازمه اقتصاديه وازمه اخلاقيه وازمات مركبه كلها لا يمكن تؤدي الى مسرح، لان الوضع ده يساوي المسرح اللي احنا المنهار اللي احنا شايفينه. بالظبط كده. دكتوره انوار، حضرتك ناقده واستاذه نقد جامعيه واكاديميه، وبفضل من الله تخرج على ايديا يعني ناس كتير افتخر بانهم كانوا تلامذتي، وانا مترجمه وكاتبه صحفيه. تمام. بس بكتب بره مصر. شايفه الازمه فين؟ هنتكلم عن النقد طبعا، النقد ده انا رايي ان هو جزء مهم من ازمه المسرح نفسه. بالظبط. المسرح لا، نحن لا نحترم المسرح. لا واحد. مين نحن؟ ثقافة، ثقافة هذا المجتمع من أول مدرسة فيما عدا المدارس مثلا البريطانية اللي هي بدون وجود مسرح يعني مفيش تعليم حقيقي.
تمام. وبدأنا وطبعا كنا بدأنا نتناقش قبل حتى ما يعني نلتقي نطلع على الهواء، انه كنا بنقول وقت زكي طليمات وقت مسرحة المناهج مشكور مشروع الأستاذ فتوح اللي هو بتاع المسرح للجميع اللي هو الكارنيه بخمسين جنيه. طب الدولة تعمل ايه اكتر من كده؟ لكن الثقافة لا تسمح بذلك لعدم احترام فكرة المسرح. لابد من العمل الجاد المخلص ولابد من التعامل. من الذي لا يحترم فكرة المسرح؟ الدولة؟ المجتمع. لا مش الدولة ومش وزارة الثقافة، هي لا تألو جهدا، حرام يعني. طب امال ايه المجتمع؟ هو المجتمع دلوقتي زي ما الاستاذ حسام بيقول، انا دلوقتي الراجل رب اسره راح البتاع مش عارف هرجع ازاي، يبقى المجتمع. لا مش عشان الكهرباء، انا ممكن اعمل حفله متينيه، انا ممكن انا اوصل للناس، انا ممكن في 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 فناء مدرسه اقدم. الخلل فين حضرتك؟ الخلل فين بالظبط؟ يعني وزارة الثقافة لا تألو جهدا، موافق. أنا بصراحة بقول ده، مش بقول والله مجاملة، بس من اللي احنا شفناه. لكن الـ الـ القماشة نفسها أنا بقدم إيه؟ فين المسرحيات بتاعة زمان؟ يعني حضرتك بتتكلمي على العروض المقدمة مثلا؟ العروض المقدمة عروض هشة. مش العروض اللي انا هنزل لها ده لما يكون ايه، انا هركب القطر واروح اشوف عرض ممتع ومبهر زي ما الاستاذ عصام السيد قال. لا يمتعني ويفضل فيا، لو تراجيديا هبكي بحقه حقيقي زي الملك لير ما ابكاني ورحت ست مرات من كتر ما انا عاشقه لاداء الاستاذ يحيى الفخراني. طب حضرتك كان في المسرح كان بيبقى مليان على الاخر؟ طب تمام، يبقى معنى كده ان الرائع احمد عبد الحليم الدكتور احمد الحليم الله يرحمه بهذا الاخراج وامتعنا ورحنا كلنا وناس مش يعني ما هماش اكاديميين ولا حاجه، وانا واحده من الجمهور بتفرج ومتاثره وعمال عيط، ودخلت العرض وقتها ست مرات يعني مش والله مش مبالغه، وكل مره بشوفها من وجهه نظر ثانيه انه مس احاسيسي ومس كياني، انا عايز اتفرج على كوميديا تعالجني انا تطهرني، بيحصل تطهير لعقلي. يعني هناك فقر في الموضوعات المطروحه، فقر في النجوم، ما نقولش ان مفيش نصوص، في نصوص، فقر في الاخراج يعني في الاول. لا لا ما اكيد في نصوص عالميه على الاقل زي الملك لير يعني طبعا. لكن يعني حضرتك شايفه ان الذي يقدم ليس وجبه شهيه للجمهور ينزل يشوفها زي ما الاستاذ حسام بيقول، بس هو بيتكلم على نوع من انواع الابهار، وحضرتك بتتكلمي على الصدق في الطرح بغض النظر عن الابهار. الصدق الفني في الطرح وصدق القضايا. لازم نشوف جروحنا، نشوف جرحنا فين، مشكلتنا فين. يعني مثلا حاجه تمس التحرش وخلاص، حاجه تمس مثلا مساله من فوق الوش يعني من فوق الوش. لكن ان انا لازم يعني انا مش بقول بيطرح هو مرآة المجتمع، لا ده هو مش مرآة المجتمع، ده هو دلوقتي في لحظه تاريخيه حاسمه هو نبض هذا المجتمع. كل المحاولات اللي اتعملت ما كانتش محاولات بعمق مسرح الوهج القومي في الستينيات. مثلا مثال بسيط، توفيق الحكيم واضافاته، ادي كاتب عظيم. هل مسرحيه مثلا الايدي الناعمه هي اعظم اعماله؟ ابدا. ولكن هذه المسرحيه طرح فكره المصالحه وفكره الفوارق الطبقيه الرهيبه اللي كانت عندك انقسام رهيب. الرئيس زعيم الراحل جمال عبد الناصر حضر بنفسه العرض، مما جعل حضرتك مش عارف تذكر ولا، بس انا الحقيقه قريت عنها مش كبيره قوي كده بس يعني الحقيقه انبهرت بالفكره الجميله دي، وازاي الدوله انا مش بقول حاجه ايدت المسرح وهذا الاحترام. يعني توفيق الحكيم اللي ساب وظيفته والدكتوراه علشان المسرح اللي هو كان عار حتى لوالده و الى اخره، ولازال هذا العار يلاحقنا ولازم احنا نعترف بده. انا عارفه ان في الفنان عارف قيمه فنه، لكن بيجي لي طالب مثلا اكاديمي مكسوف ما قدرش يخش كليه الاعلام، يقول اي حاجه على جنب يمكن تجي لي فرصه. لو انت حاسس ان دي حاجه لا تحقق طموحاتك ارجوك لا، خليك صادق مع نفسك. دكتورة أستاذ مازن، أنت شايف أن المسرح بيتراجع تماما لصالح أشياء أكثر إبهارا زي السينما، زي مسلسلات التلفزيون، زي اللعب بالضوء؟ شايف أن المسرح زي ما يكون موضة وراحت مثلا في مصر؟ لا خالص، هو بس أنا عايز أرجع لنقطة تكملة لكلام الأساتذة وكلام حضرتك. هو احنا بس فيما يخص فكره لماذا يتدهور المسرح او ليه الناس ما بقتش بتروح المسرح، لو احنا تاملنا اصلا استراتيجيه اماكن المسارح اللي موجوده على ارض الواقع اللي تتبع وزاره الثقافه، هنتامل انها اماكن 90% منها لا يصلح اصلا ان انا اخد مراتي او خطيبتي او اي حد او امي وامشي بيها اصلا في الشارع ده.
تمام. يعني حضرتك لو تأملت مسرح الطليعة وأنا أحد أبناء مسرح الطليعة اللي بنتمي يعني لهذا المسرح، لو حضرتك جيت بعربيتك عشان تشرفنا وتتفرج على عرض هتلاقي الكارثه قدام المسرح. ده لو لقيت المسرح اساسا، ده لو لقيت لو عرفت تدخل له يعني. ده تكمله لفكره ليه الناس ما بتنزلش تروح المسرح، ولكن احنا في النهايه بصدد ان احنا ما نقفش عند كل العراقيل دي. يعني اذكر ان انا ليا تجربه هي احد التجارب المشاركه في المهرجان القومي للمسرح هذا العام وداخله بكره ان شاء الله المسابقه، يعني ان شاء الله عرض اسمه طقوس الموت والحياه. خلال 45 ليله عرض الحمد لله يمكن حصل يعني الناس اللي شافوا العرض برغم كآبه المكان وضيق المكان وبعد المكان وعدم ان احنا مش فاهمين المكان فين، الى انه يعني هقول كم كبير جدا من ناس مهمين جدا على المستوى الفني والنقدي، من ضمنهم النجم الكبير خالد صالح احد الناس اللي اتفرجوا على العرض والحمد لله اشادوا بيه. هو بس مطلوب مور ايفورت، يعني مطلوب مجهود اكبر. هرجع لحضرتك للنقطه اللي انت عايز ترجع لها عشان لا بس عشان هعلق على كلامك، انت بتقول ناس مهمين وناس مثقفين بس احنا مش هنزل المسرح لدول. انا لا يعني انا بس انا اكيد ما هي فكره النجاح فكره انه حتى لو ايفن لو في موجود في استراتيجيه المكان لا تسمح في الوقت الاني والوقت الحالي ان انا ادور على الناس، فانا هبذل مجهود اكبر عشان اوصل للناس واجيبهم. ده طبعا بيتطلب اشياء اخرى بتتعب الناس اللي مش منوطه بهذه العمليه، او اللي مش منوطه بالشق ده بعد التسويق والاعلانات، دي حاجات مالكش علاقه بيها بس اصلا بالظبط. بس ولكن اصبحت مسؤول عنها لان في النهايه نفسي انجح، لان احنا كمان حتى كجيل، انا مش بتكلم بس على 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 فرد اسمه مازن، انا بتكلم على جيل بعد ثوره 25 يناير مطلوب منه انه يعمل حاجات كتير، و30 6 مطلوب منه انه يعمل حاجات كتير، ومطلوب ان احنا ناكد جمله ان مصر ولاده وانه وكل الحاجات دي. طيب هرجع لحضرتك للنقطه ديت، لنقطه المقارنه بين المنتج المسرحي والمنتج السينمائي والمنتج اللي بيتعرف في الفيديو. انا مش بقارن، انا بس مش عايز اعمل مقارنه بشكل يعني مع علمي، انا اقصد اقول لك ان هناك وسائل جذب اخرى زي الولاد ما بيقروش كتب لانه عنده مثلا النت، ده اللي انا عايز اقوله يعني بالظبط. ففي حاله المسرح الذي يرثى لو زي ما بتقول زي ما الاستاذ عصام قال لك، طب انا اقعد في بيت وافتح فيديو واتفرج وخلاص وعندي مليون قناه يعني. هو بالمناسبه برضو مش يرثى له قوي حضرتك. لو تاملت المهرجان القومي للمسرح هذا العام وهو يعبر عن نتاج حصاد عام كامل بغض النظر اتفقنا واختلفنا على المستويات بس في النهايه يكفي ان فعلا جمله مصر ولاده دي اللي بنحطها بين قوسين دي جمله ما زالت موجوده، لانه في ناس كتيره جدا اعتقد ان ممكن تكون شهاده ميلادهم من هذا المهرجان. تمام. نرجع انا ليه بقول بقصد فكره المقارنه، لان فكره المقارنه هتحط ايدينا احنا كمتلقي عام بغض النظر عن فكره علميا واكاديميا وبتاع، انا خريج معهد فنون مسرحيه وقبليها مسرح الجامعه بس اللي انا عايزين نوصل له هو بالمقارنة بين المنتج المسرحي والمنتج اللي انا بروح له بقطع تيكت برضو في السينما مثلا. استاذ عصام قال نقطة مهمة جدا هي الابهار. الابهار في الصورة النهاردة على مستوى المسرح فقير، في حين ان الابهار في الصورة على مستوى السينما والفيديو عظيم. اذا لابد ان يكون المسرح مبهرا، لابد ان يكون المسرح مختزلا. يعني انا النهاردة انا وجيلي وناس كتيرة جدا سواء بيحبوا المسرح او من ناس اصغر مني او اكبر مني ما بقوش مهتمين ان هم يحضروا عرض لمده 3 4 ساعات. ده كان زمان. يعني النهارده الناس بقت مهتمه انها تحضر العروض المختزله. اذا عنصر الاختزال في الوقت مهم جدا بالنسبه لي، مقارنه برضو بالمنتج السينمائي اللي فيه استراحه او انتراكت او الكلام ده كله. ما ده اللي انا بحاول اقوله يعني، ده اللي نوصل له بالظبط، نوصل نحط ايدينا على الوجع زي ما بيقولوا عشان نقدر نبدا نعالجه. استاذ معلش ارجع للاستاذ عصام، عايز تعالى. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني برغم كل يعني الظروف السيئه لكن انا عايز اقول لحضرتك تجربتين. اتفضل. التجربه الاولى 2012 عملت مسرحيه في مسرح ميامي اسمها في بيتنا شبح. هذه المسرحيه كانت مكتوبه صحيح 2005 لمين الرملي كتب 2005، لكن لما اتعرضت في 2012 تحس انها بتتكلم على الوقت الحالي. المسرحيه كانت في مسرح ميامي اللي في شارع
طلعت حرب طبعاً. اللي على بعد خطوات كان ميدان التحرير مشتعل ما زال وكل يوم طبعا الاستاذ ماجد الكدواني وكان انا حضرتها. هذه المسرحيه كانت بتعمل كومبليهات، نازل كان بيمثل فيها على فكره. كانت بتعمل كومبليهات نتاج لايه؟ نتاج لان الناس حست انها بتكلمها في مشكله انيه بشكل فني ارتستيك، يعني مش بشكل مباشر ولا فن ولا كده، فيها فن فيها ارت فيها متعه. وبالتالي قعدت المسرحيه شهور طويله وهي كومبلي. وهل يا استاذ عصام موجود نجم زي ماجد الكدواني؟ اكيد اكيد طبعا، لان أكيد. هي الامثله اللي حضرتك ضربتها والاستاذه ضربتها يحيى الفقراني وماجد الكدواني، فده ده جزء من الابهار. ما انا عارف، لا ما انا بسال ده سبب، لان انا بدعو الفنانين اللي هم يعني خريجين مسرح ان هم يساهموا في النقطه، فده جزء من اللي حضرتك بتقول. التجربه الثانيه ايام اعتصام وزاره الثقافه اللي بدا 5/6 وانتهى في 30/6 عملنا مسرح في الشارع. تمام. فرقه باليه اوبرا جت عملت زربه في الشارع. طبعا ما تتصورش عدد الناس اللي كانت واقفه تتفرج قد ايه. كل يوم احنا كنا بنعمل عرض يوميا في اكثر من، انا ما اتصورش، انا كنت بروح كل يوم. كنا احنا يعني شايف شفناه تصور يعني هو ده احد انه كان زحام شديد. ده اللي تجلي ايه؟ لان المسرح نزل لناس الشارع. بالظبط. فانت عندك حاجه من الاثنين، يا اما المسرح ينزل لهم، يا اما لما يروحوا له يبقى مبهر، يبقى مبهر وبيكلمهم في قضيه تخصهم زي ما قالت الدكتوره، يحس انه وجعه قدامه. تمام. مسألة مش مسألة رفاهيه وخلاص. هي لما بتحضر مثلا لير بتقول انا عيطت. هنا ده شيء معمول صح. معمول صح. تمام. هنا الابهار جزء منه برضو، مش بس النجم، مسألة الصدق الفني، مسألة الشكل الفني. ده جزء مهم قوي. المسارح بتاعتنا للاسف الشديد، انا اسف طبعا يعني، ما بس فتوح مش مسؤول عن الحكايه دي. اساسا جراشات متأيفة، مش مسارح. يعني لما تقعد في مسرح زي مسرح الطليعه مثلا، اذا عرفت تخش فتقعد تسمع الميكروفونات اللي بره، ده كلام ما ينفعش. انك تقعد في 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 مسرح فتحاول مثلا تخش المسرح فتلاقي جنب منه كافيتيريا شغاله صوت عالي وانت مش عارف تعدي عشان تخش المسرح، او مالها ليلي، او مالها ليلي طبعا. جنب مسرح بيعمل دي كوارث. طب يا استاذ فتوح نعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ الامكانيات الماديه على قدنا خلاص في ظل هذه الظروف، وطبعا انا عارف حضرتك وانت اللي قايل لي ان عدد الموظفين يعني عبء على كاهل العمليه الابداعيه في حد ذاتها. بص يا دكتور، احنا لو قعدنا نتكلم عن المشاكل، ما اسهل ان انا انقد لحضرتك حاجات كتير قوي في الاستوديو ده. لا اوعى، انما هي الحلاوه ان انا اقوم اشوف عيب اصلحه، اشوف عيب اصلحه. كلنا عارفين ان في مشاكل اداريه في البيت الفني. تمام. في ناس كتير قوي، في عماله زياده قوي. يعني باختصار 86 مليون جنيه ميزانيتك، منهم 80.5 مرتبات واجور. يبقى ادي اول حاجه. ادي اول كارثه. تمام. انما انا مش عايز استسلم ده. انا من اول ما جيت يا دكتور عندي هدفين ومصر اعملهم واعملهم، ان انا املى المسارح يبقى زي ما الاستاذ عصام بيقول يرجع زي في بيتنا شبح عرشكم بليه. ان انا اروح 27 محافظه. الحاجتين دول ان شاء الله لو ادينا ربنا اداني عمر وقعدت هعملهم هعملهم. اللي انت بتقوله ده انا كنت هنقل لك، لان انا حاسس مركزيه الاهتمام وبؤر الثقافه على طول تبقى في القاهره. يا اما لو تجاوزنا في اسكندريه، مسرح مسرح الدوله ما تعملش لسكان القاهره والجيزه اللي ما بيجوش. ايوه بالظبط. المصيبه انهم اللي ما بيجوش. ما هو ده بقى يا استاذ، معلش انا هاخد معانا بس الاستاذه سهيل المرشدي في تقرير عن المسرح نكلمها ونرجع تاني، لان دي نقطه مهمه جدا جدا. ده لقاء فيديو. طب اتفضل. ماشي يلا. المؤسسه الثقافيه، المسرح، الكتاب، السينما، الفنون والثقافة بشكل عام، دي لما بتنتعش الدولة بتنتعش والأمة بتنتعش، وفعلا بتقدر تقيم المسائل كلها من خلال انتعاش الثقافة. يعني هي دي اللي بتغذي الوجدان وبتغذي الخيال، وتحس ان في مجتمع قادر على القراءة وقادر على رصد المسائل وبالتالي قادر على الفرز وقادر على حاجات كتير بالمعرفة والثقافة. الثقافة دي يعني الفولكلور بتاعك، يعني فرحتك، يعني حزنك، يعني غناك، يعني قراءتك، يعني حبك، احساسك بالجمال، بتبص للشجرة ازاي، بتبص للمية ازاي، بتبص للشارع النظيف ازاي. كل دي ثقافة، كل ده وعي، كل ده اللي بيأكده هو الفن والمعرفة يعني والقراءة والآخر. انما الجدير بالذكر ان في انتعاشة،
يعني في المهرجان ده انا حبيت ان انا الغي كل حاجه في حياتي، حتى سفري، حتى اطلع من حزني، يعني كل حاجه علشان اشوف فعلا عوده الروح للشارع الثقافي، او ان المسرح يبقى منور وان يبقى فيه مهرجان ويبقى فيه الهواة بتشتغل والأكاديميين بيشتغلوا، ويبقى فيه كده مزيج ما بين أولاد المياه الإقليمية وأولاد المحبين للفن. دي روح حلوة قوي قوي قوي. أنا فرحانة وحاسة إن يعني نقدر نقول عودة الروح، عودة المياه لمجاريها. أنا حاسة إن الشارع المصري والمصريين العظام، الشعب المعلم فعلا، هو علمنا ازاي نثور وازاي توحد في لحظه 25 يناير 2011، ولكن لسه الفرز شغال علشان يطلع فن يعبر عن هذه اللحظه الجليله. هو في خلط وفي عدم فهم في حاجات كتير، وفي مغالطات، وفي سرقه فرحه الناس حتى انهم قادرين انهم يعملوا ثوره، قادرين يقولوا لا، قادرين يطلعوا صوتهم، هي دي الثوره. فحتى دي عايزين برضو يشككوا فيها أو ينتزعوها، ودي كارثة. لكن إلى أن تستقر المسائل ويعترف بها اعتراف حقيقي، هيكون أول من يعترف بها الفن، الفن الجميل، الفن الثائر، الفن المعلم زي الشعب المعلم. لكن الألفاظ النبية اللي بتتقال ومشاهد إحنا في غنى عنها، لأن اللي عاوز يشوف مشاهد فيها تحرر بزيادة قوي كده يشوفها. الدنيا بقت قرية صغيرة والدنيا مفتوحة، وكل واحد عاوز يشوف حاجة يشوفها. لكن المنابر الحقيقية اللي بتعلم الناس وبتدخل عليهم الفرحة وبتقويهم، على تقويهم يعني تقويهم كوجدان أو ثقافة أو فكر، إزاي تفكر، إزاي تحب، مش إزاي تكره. الفن ده يعلمنا إزاي نكره. هو عمر الفن ما كان كده. رجعنا لكم تاني وهنسال الدكتوره انوار. يا دكتوره، انت مش شايفه ان اهالينا في الاقاليم محرومين من عرض مسرحي زي في بيتنا شبح زي الاستاذ عصام بيقولوا، وان هم العروض اللي احنا قد يكون مش العرض طبعا، قد يكون المسرح خاوي في القاهره، بس لو رحت اسيوط يتملى؟ لو رحت اسيوط باي عرض مثلا مهم، ايوه، في نجم، انا متاكده حتى لو مفيش نجم سوبر او يعني نجم هم بيسمعوا عنه او بيحبوه بالظبط، ممكن اكيد المسرح انهم هم متعطشين. انا متاكده تماما من ذلك. والصعيد نبتدي يا ريت بالمحافظات، لان القاهره والاسكندريه في غنى، مش في غنى، هم محتاجين طبعا مسرح، ولكن الصعيد هي الاشكاليه الحقيقيه. احنا عايزين مجتمع في التطرف وفي التعصب، في التفكير غير السليم، وفي الجهل وفي الاحساس بالدونيه. يجي شاب مثلا جاي من ارياف او من الصعيد، الواحد بيشوف الولاد دول وهو يشعر بالدونيه وان ده حاجه ضئيله. طول المسرح ده، المسرح ده علم، ما ينفعش الكلام ده. لو انت ايه شايفه سبب ايه ان احنا ما بنروحش؟ كسالة مثلا، كسل، بيروقراطيه، اعتقد انه كان في نوع من التهاون وتقصير من الكل، حتى الاكاديميين. استاذ جامعي مش لازم يكون في برج العاجي، بالعكس ده ينزل وياخد تلامذته ويبقى فخور بيهم وينزل بيهم المسارح ويروح بيهم كل حته. يعني انا شايفه ان ده خطا. وبعدين مش بس مسرح الجامعه، مسرح الجامعه ده عماله اسمعه وانا حزينه. في حاجه اسمها مسرح مدرسي، لازم الطفل يشعر انه بحريته، بانه قادر هو كمان يعبر. اولا يكتسب نطق سليم وقدرة، أولا فكرة التعاون، فكرة إن هو يقرأ، هيضطر إن هو يقرأ الكلاسيكيات كلها، احترام فكرة المسرح نفسه، المسرح نفسه تبتدي احترام الفن واحترام التعبير والتغيير. أنا عايز أغير عقلية، عايز أغير شخصية، عايز أستعيد شخصيتي وروحي المصرية الحقيقية اللي أنا مش لاقياها، اللي أنا لاقية كل الشباب خلاص عايزين يمشوا ويسيبوا البلد، يا اما مفيش امل، كاني خلاص روحي يعني بتروح. هم عندهم حق في هذا الاحباط اللي موجود طول الوقت، محبطين بالظبط، وعندهم حق يحبطوا. يعني بعد الثوره هم اللي قاموا بيها، هم اللي ضحوا بيها، واتسرقت منهم محبوسين وكتير، فهم لازم اتسرقت منهم بالظبط. والمفروض بقى يستعيد. يقول اول انا يعني قرينا حاجات انه في شباب، لا ده انا طالع مش عارفه فين، ده انا رايح كان حتى يبقى ابني تبقى مواطن درجه كذا، وهنا بلدي عملت لي ايه؟ هو بص حضرتك، السفر مش عيب،
مش عيب. لا انا ما قلتش لا انا فاهم حضرتك ما قلتيش، بس انا بقول يعني ان البلد تاكل بنيها وتطردهم، وده السبب في انهم عايزين يهاجروا. بالظبط كده. مازن انت عمرك عملت عرض في مكان غير القاهره واسكندريه؟ حصل في عرض اسمه هنكتب دستور جديد، ده اللي حصلت عليه على جائزه الدوله التشجيعيه سنه 2013. تمام. واستدعاني استاذ فتوح وكان العرض لم يكن انتاجه يعني، وقال لي في ظرف اسبوعين تكون جاهز بالعرض عشان بمناسبه هيتم اعادته بمناسبه جائزه الدوله التشجيعيه. اعدت العرض غالبا 60 ليله عرض. بمناسبه ان كان هيتعمل الدستور كان قبل الدستور يعني كان ده السبب بالجائزه، وكنا هنكتب الدستور والعرض كان كويس قوي. فقلت له ده عايزين نلف بالمحافظات كلها. بالفعل بالفعل لفينا، رحنا اسيوط. عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا عملنا في اسيوط ليله عرض عالميه اهو. يعني قد ايه الناس فعلا يعني احنا عرضنا في قصر ثقافه اسيوط، الناس متعطشه جدا. عايز اقول لحضرتك ما سابوناش يعني يعني ما سابوناش لغايه حتى ما احنا كنا في الباص والناس بتطلع تقول لنا انتوا قد ايه يعني الناس فعلا محتاجه. يعني يا استاذ فتوح بقى الموضوع كمان له علاقه بان احنا قاعدين جوه القاهره متقوقعين ومش عايزين نخرج بره. ما هو انت ممكن بتعمل اهو كومبليه ارش كومبليه، بس مش ضروري يبقى في القاهره، ضروري يبقى في المحافظات. يعني ايه السبب في ان ده ما بيحصلش، او حضرتك عايز تعمل ده قبل كده ما كانش بيحصل ليه؟ هقول لك يا دكتور، هو ده ان شاء الله هيتعمل. واحنا الدكتور جابر عصفور كل اصول الثقافه تبع لوزاره الثقافه. تمام. فانا عندي بالعكس، ده انا عندي اصول ثقافه احسن دور العرض هنا في القاهره. جميل. مشكله دور العرض واللي قال الاستاذ عصام وانا هنزل اروح فين دي هنتكلم فيها تاني، ان انت اكبر مسرحين عندك هيفتتحوا في اكتوبر. أوكي. فانت حتى لما تيجي عايز تعمل لير ولا تعمل فيلم مش هينفع تعملهم الا لان يبقى عندك ملاعب، عندك احسن لعيبه في العالم وما عندكش ملعب. تمام. هتعمل بيهم ايه؟ فاحنا بتمشي بالتوازي. انا بس مش مفيش حد لوحده هيعمل حاجه، لازم كلنا تعاون. حضرتك وحضرتك تعاون. كلنا تعاون. والاستاذ عصام وكل الناس كلنا اللي هنرجع المسرح. هي المساله احنا لازم اللي عنده فكره يقولها، انما الاحباطات واللي مفيش واللي بتعملش يعني ناقد المهرجان المظلم مهرجان العتمه كما لو انه هو جاي من المانيا مش عارف ان احنا عندنا في مصر ازمه كهرباء فالكهرباء بتقطع فحضرتك بتهاجمنا وتقول الضلمه وليه عملتوا المهرجان؟ يعني ايه ده النور بيقطع ما نعمل ده نجاح ان احنا بنعمل مهرجان تحدى المعروضات وحضرتك العروض دي اللي تقدمت في سنه في عز حظر تجول 200 مسرحيه بنختار منهم 42 داخل مسابقه و16 على الهامش في بلد فيها حظر ده بلد عجيبه ده المصريين دول عجاب يعني انت حظر تجول وقلق في الشارع وارهاب وبتعمل في سنه 200 عرض مسرحي ما بين اصول ثقافه وفرق مستقله وفرق اهواء ده لازم دول فراعنه بجد فلازم الدفعه دي يا دكتور ما نحبطش بقى من اي يعني لازم نقاتل لاخر نفس وبما ان في مرقه امل ان احنا نرجع الكل يساعد ودعونا ننحي النقد يعني ايه انقد ما بقولكش ما تنقد انقد العرض المسرحي بالمعايير انما ما تجيش تقول لي الضلمه بتقطع النور بيقطع فازاي تفكروا تعملوا مهرجان لا هنعمل مهرجان وزي ما قالت الدكتوره وعرضنا بالنهار من غير اضاءه هنعرض لان انا محتاج اعمل خلايا مسرحيه في كل المحافظات مش خلايا دي لا ده انا محتاج لانه هو اللي حصل في الزمالك مش هتروح ولا ايه؟ لا خلايا مسرحيه ما انا قلت خلايا ما انت عشان تحارب الزوايا اللي خدت الشباب بالفكر البتاع يا اما نصهم بقى عبد وموتى والنص الثاني قعدت تقول له قال الله وقال الرسول وسحبته ولبسته حزام ناسف في الاخر فلازم تلحق ده تروح لهم مش بس ان انا عايز اروح طيب انت المحافظات فيها اصول الثقافه طب القرى دول ذنبهم ايه القرى دي ايه يموتوا فانا مقدم لوزير التخطيط الدكتور اشرف العربي وهزن عليه وانا لحوح انا عايز 6 عربيات مسرح اللي هو المسرح اللي هو المتنقل. بيجي من المانيا او من الصين ان انا اروح بيهم الف بيهم 2 ابل 2 بحري 2 القناه ان انا اروح القرى والنجوع لان انت متخيل واحد صعيدي ولا فلاح هيرجع من الغيط اخر النهار هياخد المدام ويروح المنظر عشان طلع المسرح مش هيحصل فانا عايز ارجع لو عنده هو شخصيا انا عايز اروح له بقى انا عايز اروح له يا دكتور عايز اروح له في الساحه هناك وعلى فكره ده من زمان المصريين كانوا زمان بيتلموا كل بالليل ويقعدوا ينكتوا على بعض ويغنوا وفن الاراجون وفن السامر ويتمقلسوا وما كانش في التطرف جه منين؟ جه لما المسرح ولازم الدوله تفهم ان انا لما اروح الوادي الجديد ورحت ولما اروح حلايب شلاتين ولما اروح السلوم ولما اروح العريش
المشوار ده يسوى مليارات. ليه؟ لان الناس دول حاسين انهم مهمشين مش مصريين. فلما تروح لهم واخد معايا مش شرط سوبر ستار على فكره، زي ما حضرتك ما عارف زي ما حضرتك قلت لا تتخلى. ما روحنا عرضنا في الوادي الجديد وانا اخترت الاقصر يعني راحوا الاقصر وانا والوادي الجديد اخترت لهم مسرحيه عاملها شاذ لفرح اسمها هيا ليله هوي، فيها المسرحيه فرعونيه صعيديه نوبيه، واخدت انتصار وائل نور راحوا بحري، وعزب شو مروه راحوا بتاع. فدي عملت رواج، احنا شفنا بقى رواج، الناس فعلا متعطشه ارش كومبليه. طبعا ارش كومبليه لانهم عايزين مش حد كانوا مش من مصر يعني بالظبط. فانا محتاج كل اساتذتنا النقاد الكبار كبار ولا صغيرين ارجوكم تلحقوا منهم على لا والله العظيم لا انا مش لا اصل انا ما اسال والله العظيم ما اسال انا موافقك والله انا عارف بس انت اعصابك هجيب لك ليمون دلوقتي اصل العيوب سهله انا عارف والله وان انا اقعد انقد سهل جميلا ترى الوجود جميلة يعني طب اقول لك على حاجه طب اقول لك والنبي دكتور والنبي انا موافق انا طب اقول لك بس احنا على هامش المهرجان قلنا ان كل فرق الثقافه العروض اللي ما دخلتش المهرجان تعرض احنا عايزين نعمل زخم في تعرض في المحافظات. انا في البيت الفني طلعنا مسرح العرايس ومسرح الطفل راحوا مستشفى ابو الريش، والنهارده كنا في 57 3 57 بيعملوا الليله الكبيره وبيروحوا دور الايتام يعرضوا للاطفال. طيب انا الاعلام اللي بيكلموني قلت لهم ارجوكم نوروا المنطقه دي، مش تنوروا المنطقه دي عشان تقولوا ان انا بطل، لا نوروا المنطقه دي عشان في ناس تاني تغير تغير فتروح تعمل حاجات احسن من اللي انا عاملها. انما الحاجات مش كله غم وكابه بقى. لا انا بالعكس انا عايزين نوروا. دي رائعه ان انت تروح 57 وتعرض ولا تتخيل النهارده بقى الاطفال عيانين وهم نازلين يا عيني ومعلقين الحاجات وبتاع وقاعدين مع الليله الكبيره وفرحانين وبتصور معاهم. ده شيء ومستشفى ابو الريش نفس الحكايه، ده شيء مهم. ما تيجي ندور على الحاجات دي نبقى عارفينها ونعمل تقارير عنها لانها تجارب مهمه جدا جدا وفيها ابداع احنا بنعمله هنا في يعني احنا بنتكلم دايما عن الابداع، دي فكره ابداعيه ومبدعه في حد ذاتها وبارقه امل بالظبط بارقه امل. والفتره اللي جايه انا لو عليا لو انا هعمل مسرحات كوميديا وتقولي ما تقولش حاجه. لا 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 بالعكس الضحك في حد ذاته وانا عايز الناس كئيبه الناس كئيبه. استاذ عصام انت ليك تجربه في اصول الثقافه. ايوه صح كده؟ ايوه كلنا عنها يا استاذ عصام لان انا كنت مستبشر خير جدا. انا طبعا الاستاذ عصام السيد اشتغلنا مع بعض 5 6 سنين وعارف هو ايه ده يعني دؤوب قد ايه وبيتعب لدرجه انه بيتعالج ومعدته بتوجعه وبنتعذب معاه فانا عارف ان هو راجل قلبه على الحكايه. فقول لي عملت ايه يا استاذ عصام في تجربه قصور الثقافه؟ هو الحقيقه قصور الثقافه فيها ميزه وعيب في نفس الوقت. قصور الثقافة منتشرة في كل أنحاء الجمهورية تمام. لكن للأسف الشديد بعد حادثة 5 سبتمبر معظم مسارح قصور الثقافة اللي هي حادثة أسيوط اللي حصل فيها بني سويف حصل فيها الحريق أغلقت معظم هذه المسارح تحت دعوة أنها مش مكتملة أركان الحماية المدنية يعني زي ما حادثة الطيارة تقع في قفة الطيران واتحط كود للحريق ما يسمى بكود الحريق يعني مواصفات لازم تبقى موجوده في المسرح مش موجوده في اي حته في مصر يعني انت بتخش مول وبتخش سينما ما فيهاش نفس القاسيه جدا لدرجه ان هذه الشروط طبقوها على المسارح المفتوحه ده مسرح مفتوح يعني الناس تطير الناس تطير مسرح عايم يعني ممكن الناس تنط في الميه المصريين ملوك الاوفر احنا اوفر في كل حاجه في التساوي وفي اوفر فأغلقت معظم هذه المسارح. فأيام ما كنت موجود في الثقافة الجماهيرية اتفقنا مع مراكز الشباب ومع المدارس ان احنا ممكن ومع الجامعات ان احنا ممكن نعرض عندهم تمام. في مسارحهم وبالتالي كان في كم كبير من العروض. لكن للأسف الشديد تظل مشكلتنا في مصر هي مسألة الكم ان احنا بنهتم جدا بالكم انا عملنا 60 عرض مسرحي مش المهم كم واحد فيهم مميز يعني انا كانت العروض ليها مده محدده على حسب الميزانيات لكن العرض اللي كنت بلاقي عليه اقبال جماهيري ايا ما كانت قيمته الفنيه بسيبه يكمل ويتمد وبعدين كان من ايام 5 سبتمبر كانت وقفت المهرجانات كلها رجعت تاني المهرجانات مرة تانية المشكلة في حقيقة في الثقافة الجماهيرية انه مسألة الكم دي لازم تعالج لازم نهتم شوية بالكيف ولازم نهتم اكتر ده من خلال لجنة مثلا تنقي العروض تنقي طبعًا الممثلين طبعًا تنقي انه لازم كمان نهتم بالاماكن المتطرفة كان في مشروع كنا عاملينه في الثقافة الجماهيرية اسمها المناطق الحدودية تمام المناطق الحدودية دي اللي ما بتروحهاش
حلايب وشلاتين وحدود ليبيا واللي بيتهرب منها السلاح والمخدرات وكل حاجه وسينا تمام. وكنا عاملين تجربه ان احنا بنعمل ما يسمى بمسرحه المكان ان الناس بتعمل فنها تمام مش بالضروره بقى نصوص تقليديه ولا بالضروره اعمل مسرح ضخم ولا لا, 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 لا الناس بتعمل فنها اللي بيتكلم في مشاكلها وفعلا قدمنا 5 عروض بهذا الشكل. الحاجه الثانيه نجحت جدا نجحت جدا. ليه ما بنكملش اي تجربه؟ ليه يعني ليه كل تجربه نعملها وبعدين تبطر ونحبط؟ يعني ليه ما احناش شعب عنده قدره على التخطيط من عدم التعاون؟ طب اقول لك بعد ما الاستاذ عصام ما مشي اسلوب الثقافه في التجربه للعروض لفت حصل ايه؟ كانت بتروح الفرقه مثلا فرقه اللي خايف روع عزا ولا وائل نور ولا بتاع فبيروحوا المسرح مثلا مش عايز اقول اسامي المسرح. اولا المسؤولين على اصل الثقافه ما يعرفوش ان احنا عاملين جوله فيقولوا لا ما جالناش تليفون فالموظفين المسؤولين انا ما كلمهمش واحنا عاملين جدول قبلها بالمناسبه وبعدين يدخلوا المسرح يلاقوا الكواليس بقت مكاتب للموظفين فالموظفين يقول لك دي مكاتبنا طب هنودي المكاتب فين يعني هو المصيبه مش بس المسارح قفلت ده حولوا الاستيج لمكاتب للموظفين. النظام الاداري كارثي لان في 17,000 موظف بس في الثقافه الجماعيه بس كده كل عايز يرد عايز مكتب. طب دكتوره بمناسبه النقد اللي قال عليه هو متضايقه من هو النقد حضرتك لا مفهوم النقد عند الناس انه هجوم. النقد ليس بالضروره هجوم هو تقييم. هناك نقد موضوعي ولكنه نادر بكل اسف لان هناك اعداء للنجاح بحق. يعني بمعنى ايه؟ انه يكون في مثلا مخرج ناجح او شاب وفجاه مساله يبتدي رحله بقى تكسير عظام انه مش لازم ده حاجه او مشروع مثلا زي الاستاذ عصام السيد الاستاذ فتوح ما كانوا بيحكوا مش عايزين المعوقات الاداريه. يعني فكره عدم التعاون او انه اعداء النجاح انه انا مش عايز إن احنا ننجح احنا كلنا. المفروض المسرح ده نجاح جماعي مش لازم يعني حضرتك مش المعروف ان في حينما يكون هناك تيار نقدي قوي يكون هناك مسرح قوي والعكس صحيح؟ لا اعتقد ان هناك نقد حقيقي موضوعي في مصر لان انا شخصيا هل ده يتناسب مع ضعف المسرح دلوقتي؟ يعني لما كان في مسرح في الستينيات كان عندنا نقاد كبار والنقاد هم كتاب يعني لا كتاب مسرحيين يعني طه حسين يعني عميد الادب العربي الحركه النقديه ماشيه بشكل متوازي مع الحركه المسرحيه المفترض يعني مش كده؟ بالظبط بالظبط. هناك اساتذه واكاديميين عظام لا زالوا موجودين ولكن احجموا لان احسوا اما بالاحباط اما انعزلوا في مش عايز اقول ابراج يعني عاديه يعني انعزلوا تماما اعتزلوا الحياه المسرحيه للاسف. لكن هناك اسماء كبيره يعني بدون مش عايزه اذكر منها عشان ما تنسيش حد يعني. مش عايزه انسى حد يعني لكن هم علماء حقيقيين. انما ان واحد يكتب في مجله ما يزعلش استاذ فتوح يعني ان المسرح مظلم وكله ظلام وان ده احباط. طب حتى لو عندي كم اوكي انا موافقه بس استمر في الحياه لكن ما موافقش. انا علاقتي اصلا نور مقطوع. انا انت جاي تنقد عرض مسرحي مش تنقد النور اتقطع يعني. وليه بتعملوا المهرجان؟ المهرجان لا ليه انت بتيجي اصلا مش حتى في البيت وينزلوا اصلا المسرح ليه؟ هو في مسرح ده المسرح ده مش عارفه ايه وايه 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 وكله ضل يعني وحش. انا حتى الحاجات اللي اقراها الاقي انها هجوم هي ليست يعني تقييم موضوعي العرض المسرحي علمي يفتقد الى المهنيه. لا 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 ده لقيت ناس دخلاء على المسرح ويقول لك الناقد ده في دخلاء على الطب فمش ما هو ايوه يعني حد يعني انا في مره بيقول هو ده كمان النقد وده هو ده علوم مسرح ايه علوم المسرح دي؟ فانا طبعا اتخضيت الحقيقه لما حد قال لي كده وفوجئت بانه ناس ملهاش خالص في اي حاجه وبيكتبوا. وحضرتك لو تحريت وتبينت في طبعا للاسف في ناس بتدعي حاجات كتيره لكن هي مش هيطلع اصلا. لا 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 في امل يا مازن في الحركه المسرحيه اللي جايه؟ بالتاكيد انت ما قلتش في امل كنت قمت لك. لا لا خالص لا 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 لا, 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 لا على فكره لا انا برغم انا يمكن وسط الكلام قلت انه برغم كم الحاجات اللي احنا بنشوفها او كم الاحباطات الا انه لابد انه يبقى في امل. على فكره عرض طقوس الموت الحياه بتتكلم عن انه وسط حتى الموت ممكن يكون في امل. احنا لازم احنا كمان بكره يعني اعتقد ان بكره بتاعنا
بتاعنا احنا كجيل. تمام. فاحنا برضو لازم لونا بكره بتاع ايه الهجاد يا استاذ عصام؟ انا شاري فيه استشفاء بكره ده اوفر قوي الناس دي. لا ده بكره ده اروح البيت ابني يقول لي بكره بتاعنا، اجي اقول له ده بكره بتاع فيه يا دكتور. ده الحقيقي، ده الحقيقي، ودي سنه الحياه. ربنا يديك الصحه طبعا. ان شاء الله تقدموا له عروض جميله. دكتوره انوار نورت الدنيا بارائك القيمه، متشكرين جدا. استاذ عصام وحشتني، ربنا يخليك. الشغل معاك، ودي كانت فرصه جميله ان احنا التقينا النهارده. استاذ فتوح احلم زي ما انت عايز، واحنا مسؤولين كلنا ان احنا نحقق هذا الحلم. ولازم حضرتك نحط ايدينا في ايدين بعض، حلقات المسرح ان شاء الله تساعدونا في احنا بقى الناس. احنا طول الوقت على فكره عندنا هنا يوميا بشكل او باخر عندنا فقره عن المسرح. كان النهارده عندنا الرقصه الحديثه، امبارح كان عندنا بانتوماين. شفنا طول الوقت يعني ازاي نرجع كلنا ايدينا، يعني اللي كان بيضرب الشارع لوحده زمان. الله يرحمه فريد شوقي مات، ما حدش يعمل حاجه لوحده. والله العظيم لازم كلنا. واسال مازن، انا اول ما مسكت انا اول حاجه عملتها كلمت مين، لان انا بعيد على الحكايه. مين المخرجين الشباب المتميزين؟ انا ما اعرفهمش، بقيت اكلمهم تليفون تعالى لي المكتب. فجبت كل الشباب، لان انا مش عايز يحصل جيب. انا عايز الكبار الناس المخرجين الكبار اعمل التواصل ده فيبقى في تواصل في المخرجين والفنانين، عشان لا تتسع الفجوه فيحصل الانفصال. بالظبط. متشكرين، بنشكركم جميعا. دي كانت اخر فقره النهارده في انت حر. استنونا بكره او ما تستنوناش، انت حر.